أحسن الله إليكم. اتصال أبو صالح من الزلفي. نعم شيخنا الله يحفظك. حياك الله. الله يبارك فيك. والله عندي سؤال للشيخ الأول، ما حكم من يقول القيامة باقي، القيامة باقي والساعة إعجاز والعبور إلى الصراط، يعني كلما يعني يعني كلما يعني الله سبحانه وتعالى خلق أقوام الساعة فيها حكمة يعني، والقيامة باقي، ما حكم هذا الكلام؟ تفضل يا شيخ. هذا كلام غير واضح، والساعة آتية، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الساعة آتية لكن الله أخفى وقت قيامها، ولم يطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة، ونحن لسنا مكلفين بمعرفة وقت قيام الساعة، لأن هذا ليس لنا في مصلحة، إنما نحن مكلفون بالاستعداد لها بالأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب والمعاصي. نعم.